السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما بخير وسعاده وراحه بال، ويا رب دايما كده متجمعه وياكم كده في فيديوهاتي بالفرح والخير دايما يا رب. بصوا بقى، النهارده عملت لكم شويه جرس حلوين ينفعوا باي نوع سوائل عندكم، لبن قاطع، لبن حليب، اي نوع سوائل عندكم، حتى لو ميه ينفع برضه. جرس بالزيت بتاعت الافران بالظبط، قبل كده لاي حشوات، سواء كان بلح بقى، جبنه، اي نوع حشوات، وممكن ساده كمان بتكون فظيعه وتحفه كمان. من كتر حلاوتها ما بنستغناش عنها، بنعملها ممكن مره او مرتين كمان كل شهر. تنفع بقى فطار، تنفع عشاء، حاجه كده خفيفه كده ولذيذه. كمان مقدار الكيلو بتطلع لي كميه كبيره ما شاء الله، كل الكميه اللي انت شايفينها دي عملتها بمقدار كيلو. الخبيز كمان ما بتاخدش وقت في الخبيز والتخمير، وهنقول لكم ازاي تطلع كده ايه مفجشه حلو كده من فوق وطريه في نفس الوقت. تابعوا بس الفيديو للاخر عشان تعرفوا الطريقه بالظبط، وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ودوسوا لايك للفيديو، ويلا بينا نشوف الطريقه عملناها ازاي. مفيش اسهل من كده، مقاديرها بصوا بسيطه، مفيش بعد كده. هنزم الله. اول حاجه معايا ده دقيق، دقيق استخدمت دقيق فاخر، ينفع طبعا دقيق الغله بس تكون العلامه الاولى. ومعايا هنا لبن رايب، ممكن حليب زي ما قلت لكم، وممكن طبعا النص لبن والنص ميه زي ما تحبوا برضو. وهنا معايا 3 معالق كبار من السكر، ومعايا ظرف من الخميره الفوريه، ومعايا نص كوبايه، ربع كوبايه سمنه وربع كوبايه زيت. استخدمت الاثنين عشان خاطر لو عايزينها طريه وعايزينها في نفس الوقت فيها تفجيشه كده حلوه او جرمشه حلوه كده من فوق، فاستعملوا ربع كوبايه من الزيت بتديها الحلاوه دي، وربع كوبايه من السمن. نزلت هنا بحوالي مثلا نقول نص كوبايه كده من اللبن، هنقلب بس فيهم الخميره والسكر. الاول ندوب الخميره في السوائل، عشان في نوع خميره بيدوب في السوائل وفي نوع بيدوب في الدقيق، فالافضل عشان خاطر ما يتخرجش معاكم وتكون ظاهره كده في الجرس، دوب الخميره في الدقيق في اللبن. نزلت عليهم كمان بمعلقه صغيره كده من الملح، كل ده هندوبه طبعا، هستخدم العجان وممكن استخدم ايدينا عادي لو مش متوفر. كل المقادير ان شاء الله هتبقى لكم في صندوق الوصف. الجرس دي تحفه في الفطار وفي العشاء زي ما قلت، خفيفه كده وحلوه من كتر حلاوتها، بتقبل اي حشوات. نقلب بقى الخميره والسكر والملح، ندوبهم كويس مع اللبن، وبعدين ننزل بباقي المقادير. كيلو اللبن، كيلو الدقيق منخول كويس وطبعا معلوش اي اضافات، ننزل بالدقيق على طول ونقلب مع السوائل. نضيف اللبن شويه بشويه عشان خاطر لو انا عندي الدقيق بتاعي ما بيشربش سوائل، ما ينفعش ننزل باللبن كله او بمقدار اللبن كله. كده كده اصلا مقدار اللبن الدقيق بياخد 2 كوباية من اللبن، في نوع دقيق ممكن ياخد 2.25 كوباية، وفي نوع دقيق ممكن ياخد 2 كوباية. فنضيف اللبن شويه بشويه لحد ما نلاقي العجينه اتجنست معايا او لمت كده على بعضها وبقت عجينه مظبوطه زي ما انت شايفينها كده. على السرعه الهادية الاول، وبعدين نعلي السرعه لحد ما تنعجن معايا. مش هنعجنها اقل من 10 دقائق عشان خاطر تكون ناعمه معايا. عجنت الاول نقول مثلا 7 دقائق، وبعد كده 3 دقائق بعد ما نضيف السمنه. ضفنا السمنه والزيت على العجينه بتاعتنا، وبعدين على سرعه هاديه برضو لحد ما السمنه كده تختلط بالدقيق، وبعدين نعلي السرعه لمده 2 3 دقائق كده هتنعم معانا على طول. انا هنا بقى حصل معايا ظرف كده، يا دوبك العجينه نزلت عليها بالسمنه والزيت، لقيتها يا دوبك بدات تلم نفسها كده، لقيت خلاص الكهرباء قطعت. يعني هنا كنت بنصور لكم باضاءه الشباك اللي في المطبخ، كانت الكهرباء قطعه، فقلت نكمل بقى عدني كده على الرخامه، لازم العجينه تنعم معايا. لو في العجان زي ما قلت لكم 10 دقائق، انما لو في ايدينا بقى لمده ربع ساعه اكتر كمان، لحد العجينه ما تنعم خالص وتكون عرق معايا، عجينتها بتكون متماسكه زي ما انتوا شايفينها كده. الخميره، مقدار الخميره حوالي معلقه كبيره، فهتكون مختمره معايا وكويسه. ما ضفتش بيكنج باودر ولا ضفت اي رفع او مواد رفع تانية غير الخميره. عجنتها كويس، نعمت معايا مظبوط، نلفها بقى ونحطها في نفس العجان او في اي بوله كده، ونغطيها بكيس، وبعدين نغطيها بالفوطه ونركنها كده على المطبخ لمده نص ساعه او لحد حجمها ما يتضاعف مرتين كده، يعني تملى البوله بتاعتنا، عايزاها تختمر حلو. انا خلاص بقى كانت الكهرباء اشتغلت اهيت وجت، والجرس معايا كانت ما شاء الله عليها اختمرت مظبوط. لازم اول مره تخميره، اول مره وتخميره تاني مره بعد التشكيل، ده اللي بيديكم هشاشه كده وخفيه للجرس بتاعتكم. نكور كده العجينه بتاعتنا ونبدا بقى نشكل فيها. ما شاء الله العجينه بتاعتنا ما بتلزقش في الرخامه، بس ممكن نعمل شويه دقيق كده لو خفنا انها تلزق معانا. يعني حجم الكرة بقى او حجم الجرسة زي ما تحبوا. هي عملت معايا نقول مثلا داخلة في 50 جرسة مثلا او في 50 قطعة كده، يعني كان حجمها مظبوط. حاولت كمان، كنت عايزة نعملها اصغر من كده، لكن ما شاء الله عليا ما بنعرفش نعمل حاجة صغيرة خالص. مش عارفة ليه.
كل ما نجد الكرة طلع صغيرة تطلع كبير. كان حجمها حوالي مثلا نقول 40 جرام كده مثلا، طلعت برضو كبير. انا كنت عايزاها اصغر من كده، يعني كنت عايزاها بعد ما تستوي بمقدار مثلا الكرة اللي انا مجرساها دي. فعملتها كده وقلت ايه ده، هتكون صغيرة ازيد من اللازم يعني. هنا ما شاء الله كمية الكيلو طلعت معايا قد ايه، نغطيها بقى عشان طبعا ما تنشفش معايا، لان انا عندي في المطبخ عندي شباك مفتوح فبيدخل هوا على طول وهتنشف معايا. عندي بقى هنا ده بلح تمر، البلح اللي هو بيكون فيه نوى من جوه، طلعته وعلى النار ضفت عليه ربع كوبايه كده من الميه ومعلقه كبيره من السمنه، وسخنته كده على النار لحد ما داب معايا، وبعدين خدت فرمه كده في الكب وبقى معايا بالشكل ده. ممكن تستخدموا العجوه الجاهزه عادي لو متوفره، انا صراحه ما كنتش لاقي عجوه عندي، فلقيت بلح كان عندي يعني في البيت فعملته على طول واستخدمته. طبعا بيكون طعمه احسن من العجوه 100 مره. نمسك بقى الجرسه بتاعتنا ونفتحها كده ونحط فيها معلقه صغيره كده من الحشوه اللي عندنا، وبعدين نقفل عليها كويس ونفردها فرده بسيطه مش كتيره عشان خاطر تكون برضو كده محمله وحلو. ناخد شويه من الحشوه نفرد العجينه بس حاجه بسيطه، وبعدين نضيف فيها الحشوه ونفردها كمان فرده بسيطه بحيث ان هي تكون مش رقيقه ولا تخينه، عايزاها تكون يعني محمله كده وماسكه نفسها كويس. لو رقيقه اكتر من كده هتكون الحشوه ظاهره وهتنحرج معايا في الفرن. ممكن تحشوها جبنه، ممكن تحشوها اي حشوات بتحبوها، والعجينه دي جبله بصم حشوات حلوه وحادقه. ممكن كمان تعملوا لحمه مفرومه، تعملوا فراخ كمان مفرومه برضو او متقطعه كده شرايح صغيره وتحشوا بيها على طول. تنفع بقى سندوتشات، تنفع للشغل، تنفع للفطار، للعشاء، قبل اي حاجه. عجينه بقى سهله، لا فيها زبده ولا فيها بيض ولا فيها بصم، كل المقادير المتهيألي الموجوده في البيت. ونعملها كمان مسافة ساعة نكون عملناها بعجينها بخبزها بكله. نفتحها كده من فوق فتحتين صغيرين كده بالسكينة او ممكن بالشوكة كمان عشان خاطر ما تجبش معايا، ويكون الوش بتاعها يتكسر معايا كده، لان ضايفة لها زيت عشان عايزة وشها يكون فيه يعني سنة قرمشة بسيطة، تكون طرية وبس في نفس الوقت فيها سنة كده دي بتاعة الافران اللي بتخطف العين، دي بتاعة الافران. خلصنا تشكيل. طبعا الجرس دي بتتشكل في الصواني ما بتتنقلش عشان خاطر عجينتها لما بترفع او لما بتخمر تاني مرة لو جينا ننقلها تاني هنهد الخمر بتاعها ومش هتكون نتيجتها كويسة في الفرن. نشكل كل الجرس فتحات زي ديت ونسيبها تختمر بقى معايا على المطبخ كده، نغطيها مثلا نقول نص ساعة كمان تختمر معايا ونخبزها على طول، ونولع الفرن ونسخنه قبلها ب5 دقايق على نار عالية. وبعدين ندخل الصواني بتاعتنا على الصاجة من تحت، اول ما تبدا تاخد لون نحس ان هي خدت لون من تحت نكون مولعين الشوايه ونرفعها على الشبكه. لو الفرن بتاعنا من غير شوايه من فوق نولع الفرن من تحت تاخد لون ونحس ان هي خلاص خدت لون واستوت كده من تحت، نولع الشوايه اخر 5 دقائق من فوق ونرفع الصينيه على الشبكه. خبزها ما بياخدش وقت، تحفه ما شاء الله، هشه كده وحلوه. وبصوا سنه القرمشه كده اللي فوق مش واضحه قوي، بس بتديها بتفرق معاها. ده من ربع كوبايه الزيت اللي احنا ضفناها. والحشوه كمان ما شاء الله حشوه البلح التمر بتكون مسكره كده وحلو، وثلاث معالق السكر مدينها لون حلو كمان، خلت الخميره تتفاعل معايا بسرعه، كلها ما خدتش معايا وقت. هشه كده وحلوه وما دهناش الصاجان اي زيت ولا اي ماده دهنيه، هي كده كده مش بتلزق في الصواني ولا حاجه، بس هي ما بتتنقلش، لازم تترص في الصواني وتتخبز في نفس الصواني. ما شاء الله عليها طالعه تحفة، مفيش فيها أي غلطة. تقدروا تحشوها بأي حشوات، تقدروا كمان تشكلوا مثلا السوائل اللي فيها زي ما تحبهم، كوباية لبن، كوباية مية، كوباية حليب، كوباية لبن رايب، زي ما تحبوا. ممكن الكوبايتين كمان مية، بس احنا بنديها قيمة غذائية كده وتكون يعني ايه الريحة حلوة والطعم كمان حلو. وكمان حاجة معمولة في البيت، فبنحاول ان احنا نخليها ايه يعني غنية شوية. ان شاء الله كميه الكيلو طلع معايا مقدار كبير، متهيألي اكتر من 50 جرسه كمان، انا ما عدتش غير اللي اتاكل كمان وانا بنخبز. هما طلعوا معايا 4 صاجين كبار مليانين ما شاء الله عليهم، كمان حجمها مظبوط كده، لا هي كبيره ولا هي صغيره، متهيألي كده الوسط حلو وما فيش احسن من الوسط. ولا ايه رايكم؟ جربوها وان شاء الله هتعجبكم بالحشوه دي بالذات، انا اولادي بيعشقوها بالبلح التمر، وكمان بتكون حلوه مع الملبن لو فايد عندكم ملبن من العيد او من كحك العيد، بيكون تحفه معاها. والساده كمان فظيعه، بصوا هي عجينه كده قبل اي حاجه ساده او محشيه. من الاخر كده جربوها وان شاء الله هتعجبكم، حمرها كده حمر وحلاوه من فوق ومن تحت، ايه رايكم؟ والحشوه كمان مظبوطه وبصوا مية مية.
جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولايك بقى للفيديو واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. وشوفكم دايما في فيديوهات تانية بالخير والسعادة دايما. سيبكم في رعاية الله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الجرس دي بنفس الطريقة وشكلوا فيها بقى براحتكم، وسيبوا لي تعليقات حلوة لان تعليقاتكم بتفرحني وبتشجعني كمان. سيبكم بقى في رعاية الله، واشوفكم في فيديو تاني. مع السلامة.